يا صاحبي، متذكر لما حكيت لك كلمة أخوي؟ انساها على هاي الكلمة على الكامل. بتعرف ليش؟ لأن أبوي بخلفش إلا زلام، وأنت طلعت واحد رخيص عشان تبلع كل هذا الحكي. بتعرف كمان شغلة؟ أقسم بالله لو في منك اثنين بستحي ألبسك في رجلي. يلا أعطيها ولا قلك تعيشها تشوفه في الندل والخيني، وأنا شفت ناس يا زمان يتلبسوا في الرجلين. معدن قش ودش مبدأها غدر وغش، يا ابن القصور معلش خليك من الصابرين.